اغنياتك يعني ما فيش صوت كده سمعته من اسوان استفزك بنت ولد وقلت له تعالى انا هديك اغنيه تغنيها؟ ما شفتش والله حد فيهم في كلماتك؟ في بعرض يعني مثلا ايه الاغنيه بتاعت رمضان دي، انا كنت محتاج كورس يقول وحوي يا وحوي، كل اللي اكلمه يقول لا يا عمي انا مش فاضي، اصلي انا بتكسف، اصلي انا مش عارف ايه، بتوع مثلا قصر الثقافه لا والله اصلا انا لازم اقول لبابا، العيال الصغيرين دي انا لازم اقول ايه يعني، انا الفتها دي قبل رمضان باسبوع يعني، خلاص الوقت كان وقتها ضعيف، الوقت ضيق يعني. يعني دي اصلا يعني اسبوع، انا خلصتها في يومين وقعدت اعيد عليها مثلا في 3 4 ايام، وبعد كده رحت بيها عند حمدي. حمدي قال لي نجيب عيالين صغيرين بالتواد مثلا، قعدنا ندور لنا، قلت له خلاص يا حمدي ده رمضان فاضل له بتاع حوالي يوم او يومين، قال لي خلاص اعملها بصوتك انت. لذلك انا باذن الله السنه الجايه باذن واحد احد ابتدي يعني بدري بقى، اللي يعيش ويبقى من اهل الدنيا يديك العمر يا رب، اعدل فيها واجيب بنتين ولدين يقولوا كورس، هتحل الاغنيه اكتر بتاعت وحوي يا وحوي ايوه حبيبي. طيب بعد ما بتعمل الاغنيه بقى بتعمل ايه بقى في الاغنيه؟ باخدها على الفلاشه بتاعتي مثلا، بعرضها بنزلها على اليوتيوب. انا طبعا بترفعها على اليوتيوب على طول؟ انا ليا صفحه اصلا قديمه من بدري ما سالتش فيها، كان فيها اغنيتين اسوان بلدي، وفي اغنيه تانية اسمها بحبك يا مصر، حاجه كده اسمها حماة الوطن، دول اللي منزلهم على اليوتيوب بس، انما انا معايا اغنيه اسوان بلدي وشباب بلدي، ومعايا اجمل كورنيش في اسوان بلدي، ومعايا اغنيه البتناج، ومعايا اغنيه الرئيس، ومعايا اغنيه رمضان، ومعايا اغنيه العيد، وفي حوالي 3 اغاني كده انا عاملهم نظام ايه يعني فريحه كده شباب تمشي في الافراح. كل دول رافعهم على اليوتيوب ولا لا؟ لا في حوالي 12 اغنيه نظام بتعتمد على الفن النوبي والسوداني، فانا طبعا هنا بكتب شرقي يعني مثلا. طب انت دول هتعرضهم ازاي يعني؟ دول هعرضهم بحري عن طريق واحد هيبعتني الواحد يعني، لان يعني انا افصل حاجه مثلا تمشي على فنان اسمه مصطفى شعبان، في عامل حاجه النمط تمشي على محمد منير، في حاجه عاملها مثلا تقولها جواهر، لان انا عملتها حاجه اسمها لا للتحرش، اسمها يلا يا وادي تلم سيبني في حالي يا عم، مألفها كلها على بعضها يعني، بس المفروض تغنيها واحده بت. فانا بجهز الشغل على اساس بروفها هتنزل بيه بقى مصر وتحاول ان انت تعرضه كل واحد حسب اللي شايف فيه الاغنيه. ايوه هتلاقي انت حاسس المهمه دي هتبقى سهله ولا هتبقى لا صعبه شويه؟ لا هي هتبقى صعبه الاول، بس بالنسبه لي انا بجازف طبعا. انا بص يا ست الكل، ما هو الفن كده مجازفه. انا في يوم عايز جرأه يعني، انا في يوم من الايام حكي لك كده موضوع على السريع، انا في يوم رحت دخلت بيت الكابتن محمد صلاح اللي العالم كله بيتكلم عليه، خدت بعضي من هنا والفت اغنيه للكابتن دي وفي عند حمدي، ورحت واخدها على فلاشه ورحت فين الكابتن محمد صلاح ساكن، مين يعطل عليه؟ انا اعترت عليه، انا بحب اجازف الست الكل. برافو عليك. انا نزلت مصر، هو شيء الهي محبه من ربنا يعني، ليا ناس كده بحري بروح انزل عنديهم، وبعد كده ابتدي اشوف انا رايح فين. نزلت محطة مصر، قلت له أنا عايز أروح الغربية. قال طب أنت عايز تروح مين عند مين في الغربية؟ قلت له أنا عايز أروح بيت الكابتن محمد صلاح. قال لي هتركب حاجة من هنا اسمها بسيون. تنزل من بسيون تاخد عربية صغيرة تحط تروح حتة اسمها نجريد. هناك في نجريد بيته معروف. وفعلا أنا مشيت على خطواته لغاية لما وصلت لباب البيت. هاي رحت عملت إيه بقى؟ خبطت على الباب. ما حدش فتح لي، خبطت على الباب تاني ما حدش فتح لي. طب وبعدين اتصلت بواحد صاحبي انا وعلى الباب هناك من اسوان، قلت له مصطفى وبعدين يا عم ما حدش بيفتح، عايز يفتح. قال لا طب وبعدين، ده بيقولوا ان الناس دي يعني ناس كرم وناس ما بيسيبوش حد. المهم راح جات عربيه كده وقفت قصاد الباب، ضرب جرس راحوا فتحوا، رحت انا على طول واقف على الباب، السلام عليكم. طلع لي اخوه اسمه نص. السلام عليكم. عليكم السلام، انا اسمي فتحي السعيد من اسوان، انا جاي بصراحه جايب لك اغنيه تديها للكابتن محمد صلاح. اهلا وسهلا مش عارف ايه ومش عارف ايه، بس انا كنت واخد ايه زياره بقى. لب وفول سوداني حاجات بتاعت اسوان. حاجه بتاعت اسوان دي. فراح قلت له انا عارف ان هو مش موجود، قلت له بس انا بديك امانه. وصلها له. توصلها له. قال لي والله انا اللاب بتاعي اللابتوب بتاعي بايظ، قلت له انا بديك امانه اديها لي.
قال لي طيب اقعد، طب اشرب اشرب شاي مثلا. قلت له لا انا عايزك بس تديله الامانه دي. راح اخذ مني الامانه بتاعتي انا اللي هي الزياره بالعافيه. قلت له دلوقتي انت لما تيجي اسوان عندينا نقول لك لا. قال لي طبعا فتح والله العظيم انت احرجتني، استناني طالما انت مش عايز تقعد استناني بس دقيقتين. قلت له خلاص ما فيش مشاكل. دخل جوا وراح جاب لي ظرف قال لي ده من الكابتن، اعتبر الكابتن قابلك وادهولك. قلت له انا كمان حقبل وخدته ومشيت ساعتها. المهم طب قال لك الكلمات دي وصلت للكابتن محمد صلاح ولا ما تبعتش معاه؟ هو ما تبعتوش تاني بعد كده. انا الاغنيه دي شايلها ليوم معين. العلم سبتك ممكن اغنيه تقعد 3 سنين بس تخرج في وقتها، بس تروح ضاله طالعه في وقتها. يعني بصراحة عم فتحي أنا مبسوطة جدا، قعدتك لطيفة وما تشبعش منها وجميلة جدا وكلماتك حلوة وروحك بسيطة وجميلة وهيلة. أنت اشتركت قبل كده في مسابقات أو في مهرجانات أو كده؟ والله يا ست الكل أنا يعتبر عامة في أسوان هنا معروف، يعني معروف بنسبة يمكن 75%. عارفيني عارفيني أسوان عشان أسوان بلد صغيرة والناس كلها عارفة بعض. بتوع قصر الثقافة دول أي نعم أنا مش مشترك معهم بس أنا إيه هم عارفيني. اليوم كانوا بعملين حفلة عند المحافظة بتاعت 7 يناير دي، كانت أنا فاكراها. أيوة رحت أنا زاجق وسطيهم كده، كان هم مسؤول واحد اسمه أستاذ موسى، بقول لي إخواننا أي حد فيكم معاه موهبة إحنا جاهزين. هايل. أنا طبعا جريء أنا بتكسفش يعني. قلت له أستاذ موسى أنت حتة بسبوسة يكفي ان انت من مصر المحروسه. قال لي يا ابن الذين، قلت له انا معايا وما هو ببقى اوعى وشك. راح اخذ الفلاشه بتاعتي وراح حطها على الجهاز بتاع اللي هو بتاع الدي جي ديا وشغل الاغاني بتاعتي، شغل الاغاني وادانا المايك انا بغنيها، كان الاغنيه بتاعتي انا فلاش باك يعني. في المحافظه الاستاذه غاده دي طبعا من المقربين للمحافظ سمعت الاغنيه، نائب رئيس نائب المحافظ. فقالت للامن مين اللي بيغني الاغنيه دي؟ قالوا لي ده واحد اسمه عم فتحي. طبعا انا ما بقدرش اقابلها. ليه؟ لان بتوع الامن لما بروح هناك انا نفسي اقابلها. بس هي دورت عليك. فانا يعني تلاقيني في كل حته. طب عم فتحي انت نفسك في ايه؟ بتحلم بايه؟ والله يا ست الكل انا بحلم في حاجات كثيره قوي، يعني الواحد ممكن نفسي اوصل بحلمي نفسي ان شاء الله توصل. انا شايفه ان انت بتصميمك وروحك دي ان شاء الله توصل. يعني يا سيادتك اغنيه الريس دي أنا عملتها هنا أيام الانتخابات، وكنت صحبت على بتوع قناة صدى البلد حامل الكاميرا واللي هو المراسل اسمه محمد قليوب، قعدت معاهم ثالث يوم الانتخابات في مدرسة محمد راشد اللي في أطلس دي. الأغنية دي أنا بعد ما خلصتها خالص لفوا بيها بالمسيرة هنا في أسوان. هاي سماعتين وتوك توك صندوق كده ولفوا بيها أسوان كلها. أنا نفسي الأغنية دي بصراحة. قالوا إيه بقى؟ أنت كنت بتقول فيها إيه الأغنية؟ أنا بقول فيها من أسوان لسينا ويا ناسنا وأهالينا بنأيدك يا ريس ده لأنك أنت كويس، الخير حيعم بلادي من تشكى جنوب الوادي والغيري والأحفادي على إيدك أنت يا ريس، استثمار ويا صناعة بنية تحتية زراعة وبندعي كده لدولتنا تنهض وتقوم ببراعة، يا حبيب المصريين احنا مستنيين انت يا ريس يا امين، انت يا سيسي يا امين مصر في 2030. الله عليك هايل عم فتحي، يعني ما فيش احلى من الكلام ده نختم بيه القناة. انا نفسي ما اختمش يعني بس طبعا وقتنا خلص، بس على اي حال كان معانا عم فتحي، فتحي محمد محمود او فتحي السعيد زي ما الناس كلها عارفاه هنا. أيوة. شاعر غنائي جميل، وبتمنى يا رب ان انت تقدر توصل، بس لما توصل ما تنسناش بقى انت كنت معانا هنا اهو في حياتنا. انا هقولها لك انا الكل بيقول لي والنبي ما تنسانا. ما تنسناش بقى اهو كنات طيبه يعني انت نورتها مره واثنين وثلاثه، لما تبقى معروف كده تيجي تعمل لنا اغنيه وتقدمها لينا في قناتي. انا ما اقدرش استغنى على القناه التام لان فيها حبايبي كلهم يعني. ربنا يديمك يا رب ويديك الصحه والعافيه. شكرا ليك، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا ستي. اعزائي المشاهدين احنا لسه متواصلين مع حضراتكم من خلال حلقتنا النهارده، خلونا نروح لفاصل وارجعوا لي مع الفقره الرياضيه.